تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. صباح الخير أعزائي المستمعين، لأنكم أغلى ما نملك ولأن صحتكم تهمنا وتسعدنا، نطلع عليكم يوميا في برنامجكم الإذاعي صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وإذاعتكم المتميزة إذاعة نور دبي. أصبح عليكم، أنا معاكم آمنة آل علي وزميلي عبد الله جمعة. مرحبا أختي آمنة، صباح الخير وصباح السعادة، ودائما نصبح على مستمعينا الأعزاء بصباح التفاؤل وصباح الصحة، ونتمنى إن شاء الله للجميع يوم مليء بالنشاط والطاقة الإيجابية. وطبعا أخوي عبد الله، في البداية نذكر أعزائي المستمعين بأهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية لتفادي الإصابة بفيروس كورونا. كونوا حريصين على ترك مسافة آمنة مع الآخرين، حافظوا على لبس الكمامة وخاصة في الأماكن المغلقة، ولا تنسون غسل اليدين بشكل مستمر ولمدة لا تقل عن 20 ثانية. نعم أختي آمنة، وأيضا قبل لا نستعرض فقرات برنامجنا لهذا اليوم، أحب أني أيضا أذكر بأن هيئة الصحة بدبي توفر خدمة فحص فيروس كورونا في مراكز التسوق في إمارة دبي، في مول الإمارات ومردف سيتي سنتر وأيضا سيتي سنتر ديرة، وإمكانكم مستمعينا الأعزاء التواصل بالرقم المجاني لهيئة الصحة بدبي 800342 لمزيد من المعلومات وأيضا لأخذ المواعيد. فخلنا أختي آمنة نستعرض على مستمعينا الأعزاء فقرات برنامجنا لهذا اليوم في برنامج صحة وسعادة. ومثل ما تعرفون مستمعينا عندنا أخبار محلية، واليوم خبر وهو عودة تحدي دبي للياقة 30x30، وبنستعرض أكثر عن هاي الفقرة إن شاء الله. وعندنا أيضا خبر ثاني، الوصول إلى قناع يقتل فيروس كورونا، وآخر خبر عن فوائد مذهلة لعصير الطماطم. ومثل ما عودناكم دائما فقرة السوشيال ميديا ومستجدات السوشيال ميديا والمتداول فيها على صفحات هيئة الصحة بدبي. وفقرة خدمات هيئة الصحة بدبي، اليوم عندنا خدمة طبيب لكل مواطن، وأيضا مثل ما عودناكم بأن هناك مصطلحات طبية يومية، ومصطلحنا الطبي اليوم السمنة. وأما فقرة التغذية تحت عنوان أهمية الخضروات للمحافظة على الصحة العامة، وآخر فقرة من فقرات برنامجنا لهذا اليوم فقرة صحة الطفل تحت عنوان حركة الأطفال ولياقتهم البدنية. فاختي آمنة خلنا ناخذ عيال اليوم أول خبر، وهو عودة تحدي دبي للياقة 30x30. طبعا أخوي عبد الله، مثل ما تعرف رجع لنا تحدي دبي للياقة، واللي هو المبادرة الرياضية اللي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، واللي انطلقت بدورتها الرابعة من 30 أكتوبر وحتى 28 نوفمبر. نعم اختي آمنة، أيضا يعني المبادرة هاي، مبادرة دبي للياقة، تعتبر من المبادرات المهمة، لأن الحقيقة يعني رغم وجود فيروس كورونا ورغم يعني الإجراءات الاحترازية والوقائية، ولكن تم إطلاق المبادرة هاي وفيها الكثير من الفعاليات. هناك طبعا السنة هاي فيها فعاليات افتراضية وأنشطة خارجية في صالات رياضية في الهواء الطلق، اعتبار بأن هاي المعايير مهمة جدا لأفراد المجتمع ولكل المشاركين، وتحفيزهم أيضا على ممارسة الرياضة بشكل مستمر. طبعا أخوي عبد الله، هذا التحدي بالذات يشجع جميع سكان إمارة دبي ولغير الساكنين في إمارة دبي في الإمارات بشكل عام، إنهم كل سنة يتشجعون مع هذا الجو الجميل اللي بدأ عنا الحين، بغض النظر عن عمرهم أو اهتماماتهم أو قدراتهم الرياضية أو قدرات أو صحتهم. المهم إنهم يلتزمون في هذا التحدي ويبدون من اليوم بتغيير نمط حياتهم، سواء مشي لمدة 30 دقيقة، ممارسة أي نوع من أنواع الرياضة.
نعم، ونحن أختي آمنة بأهمية هذا الموضوع. إن شاء الله الأسبوع القادم بيكون عندنا ضيف في البرنامج، وبنستعرض مع جدول الأنشطة والفعاليات الرياضية ومشاركة هيئة الصحة في هذا التحدي. فخلنا ناخذ عيال أختي آمنة خبرنا الثاني عن فوائد مذهلة لعصير الطماطم. طبعا أخوي عبد الله يقول لك أن عصير الطماطم له فوائد كثيرة، واكتشف علماء طوكيو للطب وطب الأسنان أن عصير الطماطم يمكنه تخفيض مستوى ضغط الدم وخطر تطور أمراض القلب والأوعية الدموية. وتشير مجلة فود ساينس إلى أن الباحثين طلبوا من المشتركين في هذه الدراسة اللي هم 184 رجل و297 امرأة تناول عصير الطماطم خالي من الملح بكميات غير محدودة لمدة سنة كاملة، وأظهرت النتائج أن ضغط الدم انخفض لدى 94 مشترك كانوا يعانون من ارتفاع في ضغط الدم، وبهذا قلل إصابتهم بأمراض القلب والأوعية الدموية، كما انخفض كثير مستوى البروتين الدهني واللي هو الكوليسترول الضار لدى 125 مشترك كانوا يعانون من ارتفاع الكوليسترول. نعم أختي آمنة، ومن فقرة يعني فوائد عصير الطماطم خلنا نسير وناخذ فقرتنا الثانية، فقرة السوشيال ميديا ومستجدات، أهم المستجدات وأهم المتداول فيها مع زميلتنا الأخت أسمى الجناحي. أختي أسمى صباح الخير. صبحكم الله بالنور والسرور والنشاط عليكم على كل مسمعي إذاعة نور الزين. صباح النور وصباح الطاقة الإيجابية أختي أسمى، واليوم أكيد يعني بنسمع منك أكثر عن مستجدات السوشيال ميديا في أو على صفحات هيئة الصحة بدبي. مثل ما ذكرت في بداية البرنامج عن تحدي دبي للياقة، وهذا الشهر المفروض الكل يكون متحمس صراحة ويكون دائما مفعم بالنشاط والحيوية. في الكثير من البرامج اللي موجودة على مستوى إمارة دبي سواء كان في القرى وغيرها، موجودة في كل مكان، يعني واحد حتى يقدر يمارس الرياضة في كل مكان، وأيضا الإجراءات الاحترازية موجودة في كل مكان. صحيح. لكن نحن نضمان أن الجميع ملتزم، وضعنا مجموعة من النصائح والإرشادات والإجراءات الوقائية اللي ممكن كل شخص يسويها عند زيارة هذه الفعاليات، فكانت موجودة عندنا في قنوات التواصل الاجتماعي قبل ما الواحد يظهر من البيت أو يتوجه لأي مكان يمارس الرياضة أو يشارك في الفعاليات، ممكن يمر على هذه النصائح. نحن لما حطيناها كانوا بعض الأشخاص إنه على موضوع الكمامات، النصيحة كانت لازم الحرص لما الواحد يتحرك يكون لابس الكمام، لكن هو يمارس الرياضة إذا كانت يعني عالية أو شديدة في لحظة ممارسة الرياضة يشلها، لكن من يخلصها يلبسها مرة ثانية. فهاي دائما هاي الأسئلة كانت وردتنا عن هاي النقطة. أيضا من ضمن الأشياء اللي كنا حاطينها المناسبات الاجتماعية، نتمنى من الجميع لأن يعني إن نحن نقدر نتخلص من هذا الفيروس كله بمجهود الجميع، مو بس بالجهات المعنية، لكن كل فرد في المجتمع قادر أن يساهم في هذا الشيء. فاللي حاب يسوي مثلا مناسبة اجتماعية أو حاب يسوي عرس أو غيره، نحن حطينا بعض الإرشادات على صاحب المناسبة وأيضا للحضور اللي يحضرون المناسبة. وأهم شيء لبس الكمامات، صح شوي يمكن الميك اب ممكن يبين، لكن لبس الكمامات جدا مهم في المناسبات الاجتماعية. هاي نقطة مهمة يعني أحس ما يلبسون عشان موضوع الميك اب، يعني الميك اب مو بأهم من صحتكم. لا اسمي حبيبتي الحين في ماسكات مع الفستان طقم، فخلاص الموضوع أوكي. فنحن والنصائح مجموعة من النصائح، أيضا من النصائح المهمة نصائح العطل اللي تكون مثل إجازة الويكند وغيرها مع الأبناء عند الخروج من المنزل، هاي جدا مهمة موجودة. نحن كل عطلة نحط بعض النصائح المتعلقة بالأبناء عند الخروج من المنزل، فهاي مجموعة من النصائح نحطها بشكل يومي بشكل دوري، نتمنى من الجميع الالتزام لأن نحن كنا في هذا الموضوع مع بعض والجميع مسؤول. ودمتم بصحة وسعادة. ودمتي بصحة وسعادة أخت أسماء الجناحي، شكرا لك ما قصرتي.
اختئامنا مثل ما ذكرت الأخت أسماء الجناحي، رغم يعني انفتاح أو الانفتاح لهاي المبادرات وهاي الأنشطة، ولكن علينا جميعا مستمعينا الأعزاء بأن نتأكد بأن نحن ماخذين كامل الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا. نعم خوي عبد الله. ومن بعد فقرة السوشيال ميديا مستمعينا الأعزاء بناخذ وياكم فاصل، ونحن دائما نقول خلكم مع صحة وسعادة، وبعد الفاصل عندنا فقرة خدمات هيئة الصحة بدبي، واليوم بنتكلم اختئامنا عن يعني أحد المبادرات الحيوية والمهمة الحقيقة اللي أطلقتها هيئة الصحة بدبي، خدمة طبيب لكل مواطن. وبتكون معانا اليوم الدكتورة أنفال علي الماجدي، أخصائي طب الأسرة بهيئة الصحة بدبي، بنستعرض معاها أمور كثيرة عن خدمة طبيب لكل مواطن. مستمعين الأعزاء خلكم ويانا فاصل وراجعين. صحة وسعادة، رجعنا لكم أعزائي المستمعين مع مبادرة من المبادرات المهمة في هيئة الصحة بدبي، واللي هي خدمة طبيب لكل مواطن. وطبعا أعزائي المستمعين، مثل ما عودناكم في برنامج صحة وسعادة أن لدينا فقرات مختلفة، واليوم فقرتنا واللي هي فقرة خدمات الهيئة بنحدثكم عن خدمة وفرتها هيئة الصحة بدبي للناس تحقيقا لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتنفيذا لتوجيهات سموه التي وردت في البند الخامس من وثيقة 50. يسعدنا للحديث عن الخدمة المميزة التي قدمتها هيئة الصحة بدبي أن تكون معنا الدكتورة أنفال علي الماجدي، أخصائي طب الأسرة في مبادرة طبيب لكل مواطن بهيئة الصحة بدبي. صباح الخير دكتورة. صباح النور والسرور، هلا والله. أهلين دكتورة، حبينا اليوم تحدثينا عن خدمة طبيب لكل مواطن، وتعرفين أعزائنا المستمعين أن كيف ممكن أنهم يحصلون على هذه الخدمة. أكيد طبعا، مبادرة طبيب لكل مواطن جاءت تجسيدا للرؤية الاستباقية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي حفظه الله ورعاه. هي عبارة عن منصة لحصول خدمات التطبيب عن بعد، طبعا تهدف إلى توفير الاستشارات الطبية للمتعاملين وفق جدول مواعيد مسبق متوفر 4 أيام في الأسبوع بما فيها الإجازات والعطل الرسمية، أو مثل ما نقول على مدار الساعة. طبعا يمكن الحصول على الخدمة بكل سهولة من خلال تنزيل تطبيق هيئة الصحة، تحصلون اسمه DHA، ممكن ينزل على كل الأجهزة الذكية المتوفرة في البيوت سواء الهواتف أو الآيباد أو حتى الكمبيوترات. نعم. ومن بعدها يتم اتباع الإرشادات اللي تظهر على الشاشة. طبعا تتطلب تسجيل بعض البيانات الأساسية مثل أي تطبيق، يدخلون الاسم، تفاصيل الهوية، اليوزر نيم والباسورد والإيميل. خدمة طبيب لكل المواطن بتكون من ضمن الخدمات المطروحة على هذا التطبيق. نعم دكتورة، ممكن تعرفينا عن نوعية وطبيعة الخدمات، شو ممكن يحصل المتعامل في تطبيق طبيب لكل مواطن، وهالشيء يعني ما بيحصله في مكان ثاني؟ أكيد طبعا، خدماتنا ولله الحمد كثيرة ونحن في توسع مستمر. أبسط شيء طبعا نوفر استشارات طبية ونجاوب على جميع الاستفسارات الصحية سواء ما يتعلق بفيروس كورونا أو كوفيد-19 أو الأعراض المرضية الغير حادة بشكل عام. أما أكيد في الحالات الطارئة مثل آلام الصدر أو غيرها، فنحن ننصح دائما بالتوجه لأقرب مركز صحي أو مستشفى للتشخيص. عندنا بعد متابعة الأمراض المزمنة خلال الاتصال المرئي، فإحنا ممكن نتواصل مع المريض نشوف نتائج تحليل مثلا فحص السكر المنزلي أو طريقة استعمال الأدوية أو إبر الإنسولين وغيرها، ونقدم لهم النصائح حسب الحاجة. عندنا أيضا مثلا المرضى اللي يتواصلون ويانا محتاجين أدوية، احنا ممكن نصرفها لهم عن طريق الخدمه، نحن نسقيهم مع خدمه دوائي اللي هي خدمه ثانيه تابعه لهيئه الصحه، بحيث ان جميع المتعاملين اللي يطلبون الادويه بامكاننا توصيل الادويه لهم للمنازل ان شاء الله. نعم دكتوره، مثل ما نعرف، تفضلي
بس دكتورة مثل ما نعرف أن هيئة الصحة بدبي سباقة في موضوع التطور التقني، وطبعا خدمة طبيب لكل مواطن كانت موجودة قبل حتى يعني قبل جائحة كوفيد 19. احنا شفنا مثل هالخدمات في عيادات وأماكن أخرى أثناء الجائحة، ولكن نحن كان عندنا تطبيق لطبيب لكل مواطن حتى قبل جائحة كوفيد 19، وكانت يعني في هذه الجائحة كان لهذا التطبيق دور مهم خاصة لكبار المواطنين الغير قادرين على الذهاب للمستشفيات، فممكن تحدثينا في هذا الجانب؟ أكيد، طبعاً ما شاء الله من إمكانيات الهيئة، إحنا طبعاً بدينا بعدد محدود مثل ما تفضلتي، كانت بداية انطلاقة خدمة طبيب لكل مواطن متزامنة مع بداية أزمة كورونا، فإحنا كنا في ترقب مستمر لأعداد المكالمات اللي توصلنا، وأضفنا الأجهزة اللي محتاجينها بالإضافة لتدريب الكادر الطبي. عندنا حالياً ما شاء الله 32 طبيب يعملون على المدارس، وعندنا ما يقارب 85 طبيب مدرب ومهيئ لاستقبال الاستشارات الافتراضية المرئية في أي وقت. طبعاً اللي يميز خدمتنا بشكل خاص هي أنها مربوطة بشكل مباشر مع برنامج الملفات الصحية الإلكترونية السلامة، اللي هي البرنامج المستخدم في كافة مراكز مستشفيات الهيئة. ففي هالحالة مجرد ما المريض يتواصل ويانا عبر المنصة، نحن نقدر نشوف ملفه الصحي ونعرف لا سمح الله شو من أمراض مزمنة يكون عنده، أو شو من فحوصات قام فيها خلال الفترة اللي طافت، أو الأدوية اللي يحتاجها وغيرها. وهذا الشيء إنه يطبق على مستوى حكومي فهو شيء جدا مميز وكبير. بالإضافة مثل ما قلت لكونها استشارات مرئية، فهذا يعني إنه هي عن طريق الفيديو، ونحن لله الحمد نستخدم أجهزة ذات جودة عالية جدا تلقط لنا صورة حية، وبإمكان المريض إنه يتواصل معنا ويشوفنا ونشوفه بكل سهولة. نعم. دكتورة إنفال، أيضا يعني مثل ما تفضلتي عن أهمية خدمة أو يعني طبيب لكل مواطن، اليوم يعني أصبحت المبادرة هاي من المبادرات الحيوية والمميزة الحقيقة والمهمة لمتعاملين هيئة الصحة بدبي، لأن أصبحت اليوم المبادرة هاي ليست فقط يعني علاج دكتورة مثلا علاج يعني علاج دوائي، وإنما ممكن للشخص الاتصال والاستفادة من هالخدمة في أمور كثيرة. طبعا دكتورة يعني خدمة طبيب لكل مواطن ما زالت الخدمة موجودة رغم يعني وجود فيروس كورونا، وهناك الكثير أيضا من التحديات اللي نحن نواجهها مع كوفيد 19. لو توضحين لنا دكتورة أكثر يعني دور الخدمة في هذا الجانب. أكيد، طبعا مثل ما تفضلتوا خلال فترة كورونا زاد الطلب على الخدمة بشكل كبير، فإحنا توسعنا حسب الاحتياجات، والحمد لله مثل ما نعرف بعد أن الإصابات بفيروس كورونا كانت غالبيتها من الحالات الصحية المستقرة وذات الأعراض الخفيفة نسبيا، فبالتالي هذه الفئة استعانت بشكل كبير بخدمة طبيب لكل مواطن للإجابة على استفساراتهم ومتابعة حالتهم الصحية. والخدمة أحب أقول بعد أنها كانت مجانية ولا زالت مجانية لجميع فئات المجتمع، سواء من مواطنين أو مقيمين، وحتى الزائرين اللي كانوا عالقين في فترة الحظر داخل الدولة بعد قدروا أنهم يستفيدون من الخدمة الحمد لله. غطينا عدد كبير من الاستشارات المتنوعة سواء اللي لها علاقة بكورونا أو للفحوصات الروتينية ولمتابعة الحالات الصحية العامة. أقدر أقول لكم تقريبا كنا نشوف في حدود 8000 إلى 10000 استشارة شهريا من بداية الأزمة. ما شاء الله. نعم، وهاي أيضا كانت يعني دكتورة يعني حالات مختلفة، يعني أنتوا ما كان الهدف بأن حالات معينة، تم يعني توفير الخدمة هاي بحيث أن يعني تخدم الجميع، الكل يقدر يتصل ويستفيد من خدمة طبيب لكل مواطن. أكيد، هي خدمة دائمة وقائمة بحد ذاتها، هي انطلاقتها فقط اللي تزامنا مع أزمة كورونا، فالناس توقعت أنها بشكل خاص كانت بسبب الأزمة، لكن لا، هي موجودة ومستمرة إن شاء الله في تقديم الخدمات للجميع. ومثل ما تفضلت بعد، هي مهمة بالنسبة لكبار المواطنين خصوصا في الوقت الحالي، لأن نحن نفضل أن ما يترددون على العيادات بكثرة خصوصا للإجراءات الروتينية والفحوصات الدورية، فنحن نساعدهم ونقوم فيها عن طريق المكالمات المرئية بالفيديو، وحسب ما تستدعي الحاجة ممكن حتى ننسق لهم الزيارات المنزلية بعد.
نعم. أيضا دكتورة يعني الجميل في شمولية الخدمة هاي، خدمة طبيب لكل مواطن، بأن أيضا بإمكان الشخص يعني يوم يتصل ويأخذ الاستشارات الطبية مثل ما ذكرتي بجميع أنواعها، سواء مرئية أو عن طريق الاتصال أو الفيديو، حتى بإمكان الطبيب أن يعني يكتب الوصفة الطبية، وهناك في يعني تنسيق جميل جدا الحقيقة بين المبادرة هاي وبين إدارة الصيدلة في هيئة صحة دبي. بإمكانهم يعني توصيل الأدوية للمتعامل إلى البيت. حتى دكتورة لو توضحين لنا شوية هذا التنسيق بين يعني المبادرة هاي، مبادرة طبيب لكل مواطن ومبادرة دوائي. أكيد طبعا خدمة دوائي متوفرة في الهيئة، وهي تساهم في توصيل الأدوية لجميع المتعاملين هيئة الصحة في دبي وين ما كانوا في إمارات الدولة، فنحن نوصلها في أي مكان. الشيء الثاني نحن عن طريق طبيب لكل مواطن عندنا الخيار للمرضى، سواء هم حابين يستلمون الأدوية بنفسهم من أقرب عيادة أو مركز صحي لهم، أو إذا كانوا حابين أن نحن نوصلها لهم، فبالتالي نحن بيننا ربط مباشر مع خدمة دوائي. مجرد ما نحن نأخذ البيانات، نأخذ أماكن سكنهم، الأدوية اللي يحتاجونها، وبعض البيانات التعريفية لهم، إحنا نقدر نبعثها لخدمة دوائي، وهم بالتالي يقومون بدورهم في أسرع وقت ما شاء الله عليهم. نعم دكتورة، لا شك في هذا الشيء، وعن تجربة طبعا نحن كمتعاملين أيضا مع هيئة الصحة في دبي، جربنا هاي خدمة دوائي وخدمة طبيب لكل مواطن. لكن أبيك اليوم دكتورة يعني باختصار في نهاية هاي الفقرة تقولي لي، لو أنا الحين متعامل في الهيئة، يعني أنا راجع في مثلا أي مركز من مراكز الصحية التابعة لهيئة الصحة بدبي، وأبي أستخدم تطبيق طبيب لكل مواطن، قلتي لنا أول استب عشان نستخدم طبيب لكل مواطن شو بيكون؟ ننزل التطبيق. أول شيء ننزل تطبيق الهيئة اللي هو DHA. نعم. طبعا التطبيق هذا مهم إنه يكون عند كل شخص موجود عندنا في دبي، لأنه يعتبر ملف صحي شامل خاص بالمريض، ممكن يطلعون فيه على جميع فحوصاتهم، مواعيدهم المستقبلية، الأدوية اللي يأخذونها. هو عبارة عن تطبيق شامل من ضمنه في خدمة الطبيب لكل مواطن. مجرد ما الشخص ينزل معلوماته ويسجل البيانات في التطبيق تصير كل الخدمات متاحة له. نعم، ومن ضمنها خدمة طبيب لكل مواطن، يعني هو أول شيء بينزل التطبيق بيضغط على خدمة طبيب لكل مواطن، كيف بياخذ موعد؟ بيتصل على الرقم المجاني لهيئة الصحة في دبي صحيح؟ ما بيحتاج إنه يتصل، مجرد ما ينزل التطبيق ويدخل على خدمة طبيب لكل مواطن بيعطيه الأوبشن مثل رزنامة أو كالندر إنه يختار اليوم والوقت اللي هو يبغى ياخذ فيه الاستشاره. نعم. وبعدها بتكون في عنده قائمه بالاطباء اللي موجودين في ذاك اليوم، فهو يختار الطبيب اللي حاب ياخذ الاستشاره وياه. نعم. مجرد ما يتم الاجراءات هذه راح يوصله مسج بتاكيد الموعد مع ارشادات بسيطه عن عمليه الدخول للموعد. نعم طبعا دكتورة، شكرا لك وشكرا لجهودكم جميعا في خدمة طبيب لكل مواطن على هاي الخدمات اللي قدمتوها لجميع المتعاملين في إمارة دبي. شاكرين لك دكتورة تواجدت معانا اليوم، دكتورة أنفال علي الماجدي، أخصائي طب الأسرة في مبادرة طبيب لكل مواطن بهيئة الصحة في دبي. شكرا لك. شكرا لكم. نعم أختي آمنة، أن فعلا يعني مبادرة طبيب لكل مواطن من المبادرات الحيوية والمميزة الحقيقة اللي أطلقتها هيئة الصحة بدبي. ناخذ عيال أختي آمنة فاصل. نعم فاصل، ونواصل معاكم في برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية ويا مرحبا بكم وسهلا في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام، وعبر أثير إذاعتكم المتألقة دائما إذاعة نور دبي. ومن خلال برنامج صحة وسعادة نذكركم دائما مستمعينا الأعزاء بالتواصل معنا على الأرقام 600551414، وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. أختي آمنة، اليوم مصطلحنا الطبي عن السمنة. السمنة طبعا مصطلحنا اليوم يقول أن الوزن الزائد والسمنة هم تراكم غير طبيعي أو مفرط للدهون قد يلحق الضرر بالصحة،
والسبب الأساس لزيادة الوزن والسمنة هو اختلال توازن الطاقة بين السعرات الحرارية اللي تدخل الجسم والسعرات الحرارية اللي يحرقها. وعلى المستوى العالمي هناك زيادة في مدخول الأغذية التي تولد طاقة كثيفة والغنية بالدهون، إلى جانب زيادة في الخمول البدني بسبب طابع عدم الحركة الذي يتسم به كثير من أشكال العمل، وتغير وسائل النقل وارتفاع نسبة العمران الحضري. وغالبا ما تكون التغيرات في النظم الغذائية وأنماط النشاط البدني الغير سليمة وراء زيادة الوزن والسمنة. نعم طبعا اختي آمنة، يعني من دون شك أن التغذية السليمة تستند دائما في تحقيقها إلى الغذاء المتوازن، وحصول الجسم أيضا من الغذاء المتوازن من الفيتامينات والمعادن اللي دائما تخلي الجسم في صحة ولياقة بدنية. اليوم اختي آمنة طبعا عنواننا أهمية الخضروات للمحافظة على الصحة مع الأستاذة عفاف جمعة أخصائي التغذية العلاجية في هيئة الصحة بدبي. الأستاذة عفاف صبحت الله بالخير والنور والعافية. السلام عليكم، صباح الخير، صباحكم سعادة وسرور إن شاء الله. يا مرحبا وسهلا أستاذة عفاف. نحن طبعا اليوم مصطلحنا الطبي كان عن السمنة، وموضوعنا اليوم بالنسبة للتغذية عن أهمية الخضروات للمحافظة على الصحة. نحن طبعا أستاذ عفاف عارفين يعني حاجة أهمية الأكل المتوازن وأهمية الخضروات والفواكه، ولكن لو تعطينا اليوم شوية معلومات أكثر عن أهمية الخضروات وعلى أي درجة يعني هي مهمة لجسم الإنسان. بداية من نتطرق للكلام عن أهمية الخضروات للإنسان. الخضروات تعتبر مصدرا مهم لمضادات الأكسدة التي تحمي الجسم وتقيه من الأمراض، وخاصة أمراض السرطانات المختلفة مثل سرطان القولون، المعدة. بالإضافة إلى أنها لها أهمية في صحة الجهاز الهضمي وتحسين عملية الهضم لأنها مصدر مهم للألياف. بالإضافة مثل ما تطرقت بداية الحلقة، تساعد في خسارة الوزن للأشخاص الذين يتبعون حميات مختلفة ومتنوعة لإنقاص الوزن. نعم أستاذة، ممكن تقولين اليوم يعني كثر الحديث عن موضوع ألوان الخضروات، هل اللون أهمية أو هل يحدد هذا النوع على مثلا أن عناصر غذائية أفضل في هذا النوع من الخضروات؟ هالموضوع وايد مهم، حتى الكل يتطرق ويسأل، يتصلون يستفسرون، هل إني أنا يوم أكون الطبق الصحي اليومي في وجبة الفطور والغذاء والعشاء أنا لابد أن يكون لون معين من الخضروات اللي أتناوله؟ نعم، لكل لون يوفر فوائد صحية مختلفة يعني عن اللون الآخر. لذلك ننصح أنه لابد من توازن في عملية اختيار جميع الألوان. في ناس يقولون بختار اللون البرتقالي اللي هو يتبع الخضروات لونها البرتقالي مثل الجزر أو الفلفل الأخضر بألوان المختلفة في النظام الغذائي، فهناك علاقة قوية بين اللون والفوائد الصحية المترتبة على هذا اللون الذي يتم اختياره. فنحن ننصح دائما أن كل الألوان تحتوي على عناصر غذائية ومهمة للجسم تختلف من لون لآخر، فلا بد من التوازن في اختيار طبق صحي متنوع بجميع الألوان المختلفة. نحن نعرف أو بتطرق باختصار اللون الأحمر، له أهمية تغذوية للوقاية من أمراض الشيخوخة مثلا، من أنواع من أنواع السرطانات، واللون الأحمر موجود مثلا بالشمندر، الفلفل الأخضر، الفلفل الأحمر. بالإضافة اللون البرتقالي يحتوي على
كثير من الفيتامينات المعادن للوقاية من السرطانات، ويكون مثل الجزر أو الفلفل لونه برتقالي. اللون الأخضر يقوي العظام، محافظ على الجهاز البصري، ويحتوي على اللون الأخضر بالخضروات الورقية. اللون الأبيض حماية من الإصابة بالالتهابات، تحسين عمليات تخثر في الدم، من أهمها البصل أو السجل الأبيض. اللون الأرجواني، يعني كل الألوان تساعد وتقي وتحافظ على مناعة الجسم وتقوي الجهاز المناعي. نعم أستاذ عفاف، يعني مثل ما قلتي الخضروات عندنا ملونة ولها فوائد عديدة، ولضيق الوقت أستاذ عفاف ممكن تقولي لنا باختصار كيف نحقق التوازن في الغذاء بشكل عام وخاصة في الخضروات، كيف نوازن في هذا الموضوع؟ جاءت التوصيات الأخيرة اختي حول أهمية أن يحوي نصف الطبق الصحي على خضروات متنوعة. نعم. يعني لابد من تناول خضروات متنوعة بالألوان وبمختلف أنواع الخضروات، تكون نصف الطبق الصحي للاستفادة من الفيتامينات والمعادن وبعض والوقاية من الأمراض المختلفة. نعم أستاذة عفاف جمعة أخصائي التغذية العلاجية في هيئة الصحة بدبي، شاكرين تواجدك اليوم معنا في فقرة التغذية، على أن نلتقي فيك إن شاء الله في فقرات أخرى. شكرا لك أستاذة عفاف. يعطيكم العافية، مشكورين. ومن فقرة أهمية الخضروات للمحافظة على الصحة أختي آمنة بناخذ فقرتنا الثانية، فقرة صحة الطفل. نعم مثل ما نقول أخوي عبد الله، الحركة بركة، وهي من الأقوال الشائعة والدارجة عنا لأهمية ممارسة النشاط والرياضة. واليوم معانا في هذا الموضوع الدكتورة أسمى شريف الأميري، أخصائي طب الأسرة في هيئة الصحة بدبي، بتحدثنا عن حركة الأطفال ولياقتهم البدنية. صباح الخير دكتورة أسمى. صباح النور والسرور، شو الأخبار؟ تمام الحمد لله دكتورة. دكتورة نحن اليوم مع بداية شهر نوفمبر ومع شهر اللياقة والحركة والنشاط في فعاليات شهر تحدي دبي للياقة، ممكن تحدثينا دكتورة عن أهمية الحركة والنشاط لأطفال أصحاء وشو هي خطورة قلة الحركة والخمول؟ أكيد. أول شيء نحن ننتهز هالفرصة نتكلم عن أهمية مرحلة الطفولة. نحن دائما يوم نتكلم عن مرحلة الطفولة نقول إن في مرحلة الطفولة نحن نبني الأساس لحياة صحية طويلة المدى. فإذا نحن أسسنا هذه الحياة في الطفولة على أساس صحي، نحن نضمن إن الإنسان بينعم بحياة صحية في المستقبل. فمرحلة الطفولة جدا مهمة لباقي العمر. إذا تكلمنا عن الحركة أو الحركة البدنية في الأطفال، نحن بداية نقول إن للأسف قمنا نشهد في وقتنا هذا أمراض ما كنا نشوفها في مرحلة الطفولة ومرحلة المراهقة، ومثال عليها ارتفاع الكوليسترول وأمراض السكري ومرحلة ما قبل السكري، وطبعا ما نستثنى منها السمنة. فالحركة البدنية تساعدنا أن نحن نقلل من الإصابة بهاي الأمراض في مرحلة الطفولة والمراهقة. طبعا التأثير الحركة البدنية ما يقتصر فقط على أنه يقلل الأمراض، لكن أيضا له تأثير على الحياة النفسية للطفل. فالدراسات أثبتت أن الحركة البدنية أيضا تقلل من نسبة الاكتئاب لدى الأطفال والمراهقين، وأيضا هي تحسن النوم، ولها شيء إيجابي أيضا لدى المراهقين أن أيضا هي تجنبهم من اتباع بعض السلوكيات الخطرة، ومثال عليها التدخين. نعم دكتورة. أيضا طبعا يعزز احترام الذات ويعلم العمل الجماعي والروح الرياضية. في بعض الأهالي يتخوفون بالذات خلال أيام المدرسة، يقولون إن لا نحن نبغي الطفل يهتم في دراسته، أي من المدرسة يهتم موجود بين الكتب. نقول لهم إن أيضا الحركة البدنية تساعد الطلاب على التركيز في المدرسة، والدراسات لاحظت إن الأطفال اللي يمارسون الرياضة درجاتهم أعلى مقارنة بدرجات الأطفال اللي ما يمارسون الحركة البدنية. نعم دكتورة معلومة مهمة الصراحة، أول مرة نسمع فيها أن الطفل إذا مارس الرياضة حتى مستوى التعليمي ممكن يتأثر. طبعا المستوى التعليمي، لأن
تأثير الرياضة لها تأثير ذهني أيضا على الطفل، هي مو بتأثيرها فقط صحيا واجتماعيا، لكن أيضا تساعد على التركيز وتحسن فرصة النوم المريح في الليل، وبالتالي الطفل يكون أكثر تركيز خلال يوم الدراسي. نعم دكتورة، مثل ما تعرفين أن في كثير من أولياء الأمور يعانون من قلة حركة أطفالهم، فهل هناك عندك مثلا وسيلة مقنعة نحفز فيها الأطفال على الحركة والنشاط؟ طيب نحن أول شيء نقول للمستمعين أن كلنا أهالي وكلنا في الوقت الحالي نواجه المشكلة هاي، صح ولا لا؟ المشكلة طبعاً هاي موجودة في كل بيت. نقول لهم بداية لازم نحن نقتنع أن الشيء اللي الحركة البدنية للأطفال يعتبر شيء صعب، مو شيء سهل نحن بنحصله بين يوم وليلة، بالذات إذا الأطفال كانوا متعودين فترة طويلة في حياتهم هم بعاد عن الحركة البدنية، أغلب وقتهم إما في المدرسة إما قاعدين أمام شاشات التلفاز وأمام الألعاب الإلكترونية وأمام التلفزيون. فلازم نقتنع أن الشيء هذا صعب، محتاج وقت ومحتاج جهد منا نحن كأهالي. الشيء الثاني أنه مع أنه صعب لكنه مو مستحيل، إذا نحن خططنا لتخطيط جيد مو مستحيل أن نحن نوصل له. طبعاً. الشيء الثاني الحركة البدنية، لو نحن ينا تكلمنا عن نفسنا نحن ككبار، الحركة البدنية إذا ما كانت ممتعة بالنسبة لنا نحن بنمارسها يومين ثلاث وبعدين بنقطع، ويمكن الأغلب جرب يسجل في جيم فترة بعد فترة قطع من الجيم لأنه ممل. الأطفال نفسنا إذا نحن خليناهم يشاركون في أنشطة بدنية وما كانت ممتعة بالنسبة لهم شيء طبيعي أنه بيعاند أو بنحصل صعوبة أن نحن نقنع أنه يمارس الرياضة البدنية. فدائما نختار شيء ممتع للطفل، يمكن أن نحن نخلي نقعد مع الطفل نحاوره، أنت شو الشيء اللي أنت تحبه؟ هل أنت تحب السباحة؟ اليوم مثلا بنروح نجرب السباحة، باسر نحن مثلا بنجرب رياضة ثانية كرة القدم. ألعاب بسيطة، حتى الألعاب العائلية نحن دائما نقول نخلي الرياضة حركة بدنية للعائلة كلها، فمثلا ألعاب بسيطة هايد أند سيك، كوك أند خش، إذا مارسوها العائلة كلهم هاي تعتبر حركة بدنية. في بعض البنات في مرحلة الطفولة يحبون الرقص مثل الزومبا وهالأشياء، إذا كانت ممتعة بالنسبة لهم أيضا هذه تعتبر حركة بدنية. الشيء الثاني يمكن أن نحن قلنا نخليهم يجربون أشياء جديدة، نخلي الرياضة تكون ممتعة لهم. والشيء الثاني أن نحن ما نضغط عليهم في البداية، لأن متى ما كانت لأن لياقتهم إذا هم متعودين على عدم الحركة لمدة طويلة لياقتهم ما تكون بالطريقة المطلوبة، فنحن إذا بدينا معاهم رياضة شديدة بيتعب الطفل وبيحس أن الشيء محتاج جهد كبير. فنحن دائما نبتدي معاهم بالتدريج، اليوم الأول 10 دقائق، اليوم الثاني بنزيد المدة. في نقطة بعد مهمة، يمكن أن نحن نخلي أصدقائهم يشاركونهم في الرياضة، أبناء العم، أبناء الخال، صديق معاهم في المدرسة، بحيث أن المتعة تزيد وقت ممارسة الرياضة. صحيح دكتورة أسماء، طبعا يعني أهمية الرياضة مهمة للأطفال وللكبار وللجميع، وأنت أيضا يعني ذكرتي بأن يعني الرياضة والحركة هي يعني مثلا منظومة متكاملة طبعا مرتبطة بالصحة العامة ومرتبطة أيضا تفضلتي اليوم بالذكاء. فدكتورة نحن قبل أسبوع تكلمنا عن أرقام مهمة، المفروض أن أيضا يكون هناك في ثقافة عند أولياء الأمور، يعني متى مثلا الأم تعرف أن الولد أو الطفل هذا ممكن أن يصاب بالسمنة، شو الوزن اللي مفروض أن هي حتى قبل لا يصاب بالسمنة، ما هو الوزن اللي مفروض أن هي تم تحاتي أنه يعني مفروض أن ما يوصل للوزن، أن يكون يعني مثلا الوزن يتناسق مع الطول. هاي الأمور دكتورة لو نتحدث فيها شوية على أساس أن حتى الأم أو الأب يكون عندهم ثقافة بحيث أنه يعني يشوفون الولد الطفل بشكل مستمر على أساس أنه ما يوصل لمراحل السمنة، يمكن هم أيضا مب على علم فيها ويعني يتم الموضوع بشكل مستمر ويبدأ يعني الطفل لا قدر الله يصاب مثل ما ذكرت أنت في بداية الحلقة، ممكن يصاب ببداية السكر وهم مش على علم بهاي الأمور. أكيد أخوي، نحن هني ننبه إلى أهمية الزيارات الدورية للطبيب. نعم. ليش؟ لأن أحيانا الوالدين يشوفون أن الطفل ضعيف وهو يكون العكس، وأحيانا يشوفون أنه بصحة جيدة وهو يكون مثلا يعاني من السمنة. نعم. نحن ما عندنا وزن نقدر نقول أن بالوزن هذا للطفل هذا هو يعاني من السمنة. نحن عندنا يوم نتكلم عن الأطفال
نتكلم عن شريحة كبيرة ابتداء من انولاد الطفل، والحين قمنا نشوف السمنة بداية من 6 شهور وسنة قمنا نشوف السمنة موجودة. فهني نحن نركز على أهمية الزيارات الدورية، لأن نحن عندنا الجروث تشارت أو معدل النمو الطبيعي للطفل، وقتها نحن نحدد النمو، نحدد إذا كان الطفل يعاني من السمنة أو لا من خلال الجدول هذا. فنحن ناخذ وزن الطفل وناخذ طوله، وعلى أساس العمر نحدد إذا هو يعاني من السمنة أو لا. فصعب جدا على الأهالي التمييز. ونحن الحمد لله عندنا في هيئة الصحة ابتداء من الطفل يبتدي عمره 2 ياخذ التطعيم، نحن نبتدي نقيم وزنه ونحطيه في الجدول المخصص للوزن للأطفال، ونحدد إذا هو يعاني من السمنة ولا لا. الزيارات الدورية مطلوبة نفس ما اتفقنا، مرة في السنة للأهالي، وبإمكانهم أنهم يتأكدون إذا الطفل يعاني من السمنة أو زيادة الوزن. إذا كان الطفل يعاني من السمنة أو زيادة الوزن، هني كدوري أنا كطبيب لازم أفحص، لأن السمنة تؤدي إلى أمراض مزمنة. صحيح. فأنا لازم أتأكد السكر عنده طبيعي أو لا، والكوليسترول عنده طبيعي أو لا، هل الكوليسترول هذا كان مؤثر أو زيادة الوزن هاي مؤثرة على وظائف الكبد طبعا أو لا. في هاي الحالة نحن شهدنا كأطباء أن حتى لو كان الطفل بدأ مرحلة ما قبل السكر أو بدأ مرحلة ارتفاع الكوليسترول، مجرد تغيير في نمط الحياة، ويوم نتكلم عن نمط الحياة نشمل التغذية الصحية ونشمل الحركة البدنية، تلاقيه في خلال شهور بسيطة من 3 إلى 6 شهور يرجع معدل الكوليسترول طبيعي ويرجع معدل السكر طبيعي، وتكون النتائج جدا مفرحة للأهل وحتى للطفل نفسه. صحيح. فلهذا السبب مثل ما ذكرتي دكتورة بأن يعني الثقافة مهمة جدا لأولياء الأمور، على أساس أن دائما يتم متابعة الأطفال، وبخاصة يعني في موضوع السمنة. دكتورة طبعا هناك أكيد يعني هناك ممكن أضرار على الطفل من ممارسة الرياضة. نحن دائما طبعا نشجع الرياضة والحركة المستمرة. متى تنصحين دكتورة الأوقات المثالية لممارسة الأنشطة الرياضية وبالأخص للأطفال؟ طيب نحن إذا الأنشطة الرياضية نحن نخاف منها في جونا هذا، نخاف من الجفاف إذا كانت الشمس جدا صابعة، ونخاف طبعا أيضا من الحروق، حروق البشرة. فدائما ننصح أن نحن نبتعد عن أوقات الظهيرة. الشيء الثاني اللي هي بعد الأكل مباشرة، نفضل أن الطفل بعد الأكل مباشرة، بالذات بعد الوجبات الكبيرة مثل وجبة الغداء، أنه يرتاح لمدة 1 أو 2 ساعات، وبعدها يبتدي يمارس الرياضة، لأن الرياضة في هالوقت ممكن أن تسبب له مغص في المعدة، ممكن أن تسبب له لوعة، أحيانا حتى الطفل يستفرغ إذا مارس الرياضة بعد الأكل على طول. أوقات الظهيرة وأوقات ما الشمس تكون طابعة، هي نحن نخاف على الطفل من الجفاف أيضا، فدائما نحن مطلوب منا أن نوفر الماء للطفل ونوفر له حماية مثل الأماكن المظللة خلال ممارسة الرياضة. نعم دكتورة أسماء شريف الأميري أخصائي طب الأسرة في هيئة الصحة بدبي، شاكرين لك تواجدك معنا اليوم، وشاكرين لك هذا الموضوع المهم واللي هو حركة الأطفال ولياقتهم البدنية. وطبعا بنستمر في الحديث عن الرياضة هذا الشهر كامل، وبنستمر في الحديث عن لياقة الأطفال والكبار كذلك. وطبعا الختام اليوم معاك أخوي عبد الله، نختم حلقة برنامجنا صحة وسعادة. نعم مستمعينا الأعزاء، وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، أتمنى إن شاء الله أن قدمنا يعني معلومات مفيدة. وهذا هو دائما مستمعينا الأعزاء نهج هيئة الصحة بدبي، إيجاد مجتمع أكثر صحي وسعيد. أشكر فريق العمل في إعداد الحلقة اليوم الأستاذ يوسف سعد، وفي الإعداد والتنسيق الأخت نجاة السويدي، ودائما مخرجنا المبدع المتألق الأستاذ نمر محمد. شكرا لك أمل أبدعتي، شكرا لك آمنة العلي أبدعتي اليوم، وتقبلوا تحياتي أنا عبد الله جمعة، ودائما نقول دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.